وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنا والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. داو ديال كسو دواذا برنامج كي فلنقين تكتابك شروح معالم في الطريق أو قريش شيخ مصطفى كامل أمير كجماعة الصادعون بالحق عاو حان أفردنا فلنقين عتب أما فصل عصوب وآد أبلاراً معلومات تربضانه أي كجران الله وحان كبرينا إنو نوافجيوه سيدو أقوان أكسن إنا أسو قد بنا فصل كان هدي الله يدمه وغورانتي وحان كبلابيا فصل كعنوان كيسا اللي يرهدو الإسلام هو الحضارة وإلا معنى تهي إسلام كون با البحن ماء برنامج كان وحا عاو إقلقي بقري هدي الله يدمه إنجينير أحمد قابو يستاذ يوسف مومن إنجينير عبد القادر علي كسو دواد ولا ليال وغورانتي بالهورت سان أفهنو معناها فصل كان يعني ما عتب كان سان أصوت المامن وعتب آد أوين وحان أباهنا باللقات أهان إنا نفهنو معناها لو لجيدو حدارة أما البحنة ماذا وحيتها بالهورت إنا نفهنو إنا نسكو دينو وحان جعلان لها إنا نكب بلابو أستاذ يوسف مومن أرنتا إنا نواصي فافاي بسم الله الرحمن الرحيم سيد الشيخي معناها فصل كان الإسلام هو الحضارة أما إسلام ككلية أياه ما تقلبح نمو الشيخ مصطفى حفظه الله وحو أسمي مقدمات أي لغا مربان وطهيسي فصل كمارتين لو فهمه إن مارك تاني لغسي هادلو سادرت الوحو كم بلاوي مارك تاني بل إنو قيحو إن إريغا ما تقلبح نمو إريغا إلبح نمو الصوماليان طبعا وحويه ومقالة شوق وأخقف الرمية هين وحنا حنبارسين هي هرمر ولا فهم يا إنه هرمر ما رتنوته محي علي مركا ضدكو أي كس نلش أي نلش سد نورمال كا أي كوب لابة بعديها أو أي كس وريجان أو أي مقالة دي مادان أو أي دجان طبعا اسبدل وين باكل دعه وحول بقى ما رتنه أي هرو استعمال كيران واسبدله سادرتيد مركا اسبدل كا جود مارتن كل عي ايا الله اركاينو هرمر يهي هرمر معناها مرحلة دي كتيرين اي كتاقين او مرحلة الاسوب مركا اي اوجود بين سادرتيد معناها سو مركا وحن بارسين يهي مركا لغا هذا يماتين البحن ماذا هذا بو مركا للي يهي يعني الاسلام هو الحضارة اما اسلام ككلية امبا مارتاني ان البحن ماذا نبتا معنى هذو وحوية ما دام البحن ماذا اي تهي سيدة با هرمرك دمايستران بني آدم كو كسمية نولشة قيبه هيدا كالدوان أودان معنى معنويهان يماديهان يروحهان با أما داقهان دين عبال بو مارتاني إسلام ككلية أياء طريق اللو قاري كارو رنتاسي دا وحاقي چين كارا دادكو إني البحنمات دمايستران أي قاران وحوك الله مركا شيخو ماتاني شيخ مصطفى ماتان كمقدمهان وقوسي هرمريه هرمرك صوب بني آدم كو أسماني وحولي هتيرار أما هرمرك هذا أنت البحر ما اللي قارن هرمرك لفتر كيسو تيرب وبهي تيرك كواد وحويه وعلمي إن معناها علمي وشيرو لولا يهي علمي مادي أهي أنا علمي وحيله مادي جوه الدنيا كسب سنة يعني علمي دينات بوبهي يهي مارك يعني إنه قفكو لي يهي علمي كل جينا قفكو مرة قاعدين كره وأنا شرتا وح معناها كلا أو كالمية سادرت الإله سبحانه وتعالى دتك وحقه أوري أود أه إني معناتني وح تخيلان أما أي سوريستان أو وحاس هدي ساس لي على ساس النقرة يا بالمان تجابين مركع كتب هذا مركع علمي يه تج يه يه نقلنتي شيء أي مارك تاني أي مسكح دودو أي تخيلين أي كان يه إنه مركع إنسان كو كل بوح عصب وسماء مارك تاني هذا نقول هذا هو مركع لقي قاري مارك تاني حاجة جديد كيس قارسين ته يه إن عيادة مارك تاني ورشدها يه مارك تاني وح والبو مانته يعني أن لا يبنى هاي وحكي صوب الأمين ميل هوسه
أو كان يستمرتنا إني أد إسوس بدلين إذا بدل كاس وحقوس هذا علمي يتخيل كاس ويستبدشوا جمارتنا قطب كل بعض ولا جمارمان كأهر مركب حوية وحلا ده مارتاني إنه قفك كحرابه وحكسته أو حرية أما الضبرية أو كهر استاجية إن ومارتاني هراء النقاقه سان أقصونا هي وحيلا بعض مادات كمارتنا الآلية وحي أيضا أقونن معناه جهل جوا الضبر يعني عاجز نمذ وضبر يعني وحي ما توقفك وتشعلي هي نفتي سمار تاني يا شهودي سي وحصل نواة ضبر ركك للدوان وقفك مارك تاني وحي وقفك عادي استي إنو ما تاني اسكب دلو وحصل يعني ودقاقه كل ينواة ضبر وي ضبر رضا صدر إنو قفك كحرب وبهي هسي ودقاقه وقار شيء عصب أما وقتها ماشي وشوغي وقار ميال عصب مارك تاني ضبر رضا اسمارك يعني ووحكينا إن وقفك مارك تاني وكل يرده شيء عصب هذيك لا أدوقفك مثلا تصالحان يعني شيء وكسو جاري به يا ووجي يا أبك أب وإسكاك فريستو وإذا مارتان نقدر كي يبان مارتان واحد سمين شري النقول مارتاني هل في طريق قدوم ما كسو علينا طبعا ولي اللي قمنا بأنه هرمر مارتاني يعني أباه وأوحي رن شري مارتاني دمير يا فرس يا جيل يا مارتان أو رن شري هذي أرنتو أي مريسو لكن قفكم مركو تخيلوا مارتاني أما فكرة أن هذا مارتان بابورت يا ديارتها يا مراكب تقول قدوم حكوي مادين إن معناها قفك وتخيلي يعني وح كدوان وحي أي ضدك هو رسمين شيرين سادرت هذا وح كسو قفك ماشي سكوها يوح ذكرى وضبر حنبية وأدي دن إنه دقاقه ونلا العصب مارتن جارو أرنت صد هذا إيه مارتن وشيخ حسي وحوي أرنت كوساب سن وحلا لا مارتن إسوا فقد أما إسلا كان قاد ما إسلا كان قاد يا وإسلا كان قاد يا قفك في تردي سكو يكون كي كله أو مارتن لا نلا أردن أي إسكو دين عمرت وجه السنة يا ومعناها واحد إسكو هرمرة يو أو مات إسهردية من نقول يعني هل دين عبء وده وجه السنة يعني وحكلو إسلا يعني كان قاضي وحي ومارك تاني رومسنا داخل كيسك رومسنا إيو وحي وسمينة يي أما هندسية وسكر دينية أيو هل دين عبء وده وجه السنة يا إنه طريق إلى أوتلا جلي أو مارك تاني على لوجو دواني سو قد جلها أيو مارك تاني كده داليا إذا مارك إسوا فقد أسنو حكيني سامرك إنه قفك هرمرو أو طريقي معناها اللي ربي هرم مركز تم إنه كجاره إنه ما تنقل دقه جزاكم الله خيرا يعني سوافقين تاس لفتي هذا كونك حتى لفتي س واتيلة المام إنه ياهي هو جانسيه كون كورن لكن من آذنك حتى لفتي س وحول ليه لا بقيب قيب الله هو جانسن وصمام الكلهن يقيب اختيار لوسي مركز لواس لفتي هذا وأنا سوافقان وهلكي الله سبحانه وتعالى حق س سوافقان مركز أنت سأد بأعد هاي كتاب كأما شارحه وأد وسيت المامية يعني مجتمعات ك يعني يهين لبنا وحوك الله صار لبنا أما الله بقيب مجتمعات كورن البشرية كورن وأد مارت وتلمام أرنتاس إنجنير أحمد جابو أرنتاس ناصي ففاي بسم الله الرحمن الرحيم ما سنتها إنجنير يعني سيد هالدهور اللي وصل شيء عتب كان أما فصل كان ورنتي فصل آدي آد يعني مهم نوعه لغنا يا بدت بدن إني كعسبت هاي معاني ذا وكهلا يا مرتي مركا أستاذ سيد كتاب كيسي معالم كوحو كشاجي فعلا إني جيران لبا مجتمع أو مجتمعات كترسن يعني لو مجتمع كلي إني مجتمعات كبناء آدم كوقيب سيين أي سنجرين مجتمع كلو سدحات يعني مرول بولي قد بوجري جرت إلى هدا عصر كان هدا أنجوكن وجراه وأه يعني إنه مجتمع إنسان كسيدي سبب بني آدم وكل قيبسيه مجتمع مسلمة هي مجتمع جاهلية اصطلاح إسلام كلي يمد وحوي مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي لبدا مدون إنه جيران معناه وأن لبق وحكة لجرين معناه الدنيا ذو الإنساس بارلو كل قيبين كرا مرك فعلا مركات في رسوب مجتمع لبدا مجتمع معناه هذا حوي مجتمع إسلامي وحلقة وضعه مجتمع كل رقمة نلش سودن وهو جامية وحول بنلش كم ذا وهو جامية إلهي سبحانه وتعالى دينتيس شرعيس مركو حوي وإنه جراء مجتمع لنا أول بلقسوا بلابه تفكير كيسة أركتي ديسة عقيدة ديسة عبادة ديسة محوهاي شرعي واسكو معمولة يحكم كيسة يو حتى أخلاق ذا بن آدم كمارتي أخلاق ذا وكل رقمية أما حرك وكل رقمية أما عادة التقاليد وكل رقمية وحاسو لن أنشح يسو لن كل إني كي ماذين إلهي سبحانه وتعالى
أي أهو جانسنتها إلهي سبحانه وتعالى طريقي سمعنا مرك كان جاهلي أنا فعلا وحوي متك كسو هرجي سجنا أن وحاس أن سوشي جنا يوردن لقسوا بلا عقيدة يو نولشة يو وحول ب يتهي مد أن أهو جانس من إلهي سبحانه وتعالى أما دينتي إسلام ككسو هرجي أما دينتي إلهي سبحانه وتعالى إنسان كو تلاقي كل جزء إنسان كو حلو تلاقي دينته إنه كل رقمه مرك الدين تاس وحي كسو هرجيه دان وحي كل رغم وحال هذا مجتمع جاهلي مجتمع جاهلي مرك وحوي فعلا قيحدس أيضا وحانك قرنينا إني سن مجتمع مرك الله مجتمع مسلم كا إني سن أهين مجتمع كي ماذا أما كل رغم وحيابة أسيقا وإسكدون تي أما قيبة كم بذي إسلام كقيبة وكتغو أما محوها هاي سيدي الربي إلهي سبحانه وتعالى يدين تسيدي وقصو أرورتي مويانا سيكالا ورقم إنو سنجرين إتهي وحددين إنو يهي مارت وحان كلو هالكا كفهمينا فعلا إن معناها معاني داس أما مجتمع أنسو الشاقني سيدا إلو فهمو أرن تاس فهمت داد يقيحد داد يعدين تاد إنه أرن آد بيآد مهم أتهي ولغم مارمانا إنه إتهي مارت يعني دادكو إنه ساقو فهمان مجتمع أصلاً ومجتمع مسلم مجتمع أنا ومجتمع جاهلية يمعناها اللي جربوا يمجتمع مسلم كأنه يهاي ميت سداس يعني أردن بحذافيرها إسلام كأنه كل رقم إنه يهاي إن لسان لو فهم إنه تيارين لقم مرمانة ولذلك وحنا كلو أجانينا ولا قم مرمانة أيضاً تدك ويار إسلام أما تدك هركع أما علماء أما دعاة لقم مرمان إني تهي إني آدي آدي فهمان قضيدا أيضا ومجتمع إيسان كوكت سومن مجتمع ويهي مجتمع معني سايا إيسان كوكت سومن تبيرلوين كأما بوررك بين آدم كإسك استعمالان مررك قاركوت إني سن كوكت سومن إنو قطو رنتي وح مارك تي سيدا واضح هو أكتو سي أي أمد ووهو قاميان سيدا صحة أما أي أركتو أي نقطة أركتو صحيح إنو نقطة مارك مدك لا وحن قرنينا سيدو كلم مجتمع سيدي سبا مجتمعات كجاهلية لن مرك الله فيري يسكو دوب كوضو لن مرك الله فيري يعني مجتمعات كجاهلية سياو بذن وما نوعي بذن بيوكلا بحان أما أي قلفتو ذا سيكلا دودون وحاجر كو أصلا ديدن إلهي سبحانه وتعالى جيرتان كيس ودهاي وحا وحا أبوري وحاوي وطبيعة إلهي نمجرو dad ka saasiir ah sida shuuciyada iyo mulhidiinta iyo waxyaabahaas dadka dhaasaas oo kale oo ayagu sidoodana markooda horena aqoodadooda halka ka soo bilaabato iyo waxay ku dhaqmaanba labadaba maartay ay iswaafaqsiin oo macnaha ay leeyeen ilaahay ma bijiro mart kuwa kale waxa jira ayagana mujtamaacadka jahiliga kamida oo ayaga aaminsan inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala asigu jiritaankiisa aaminsan isla markaana aaminsan inuu ilaahay wax walba asiga abuuray oo sida quraanka meelo badan ku soo aroortay wala in saaltahum man khalaqa samaawaati wal ard la yaquluna allah wala in saaltahum man khalaqahum la yaquluna allah waxyaabaha soo dhan marka meelo badan waxaa la sii raacsinaya fa anna yufakun yaani sidee bay dadku ayagoo saas ogsoon hadana noloshoodi ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u khilaafeen walaba arinu iska hor iimaanay يعني إن هذا من سنته إلهي إنه وح أبوري إلهي إنه وحه البسيج أبوري أود إليه كون كانوا دن لكن وكت هدنا وسن أسيج حكم كإسكالهين وأي إسليهن إلهي سبحانه وتعالى عركوا أسيج إله كيه لكن نقول كأسيج إله كما النجا معمولين نقول كان مرت مرك فعلا أيضا هل كان وحن كفهمنا إن التهي وح مرك غير كذو حاس لذا كواس وأي سوافق سنته aragtidooda iyo nidaamka ay ku dhaqmaan baab laga yaabo inay ka mantaqsan yihiin marka loo fiiriyo laakiin ina dhinacna ka aaminto ilaahay dhinacna ina tiraahdo asiga wax ka qaadan mayna anaga ismaamuleen labadaba inay waxa noqonaysa afatuuminuuna bi baad alkitaab wa takfuruna bi baad yaani wax isla is qaadan kara ma jazaakallahu khairan engineer ahmed gabo aad ma santahay arintaas aad bay u cadahay marka maadaama aan u kala bixinay mujtamaacadkii shaarix uu kala bixiyay labadaas nooc oo noocna la yiri waa mujtamaac islaamiya oo ku dhaqma islaamko dhan oo aan kala harin iyo mujtamaacad jahiliya oo noocyo badan kala leh halka waxaan nooga cadaanayaa marka in yaani mujtamaac lagu tilmaami karo inuu yahay mujtamaac mutahaddira
أما مجتمع هرمرسن إنه يهي مجتمع إسلامي جاء مجتمعات جاهلية رن ونعيده كل الدول له سيد إنجيل أحمد جابه تلمامي أيجنا وحلو تلمامي كرا إنه متخلفين أما متغنى أي تبدع سينهن نقطة نصيفة فهي أيضا ما سنة إنجيل عبد القادر بسم الله جزاكم الله خيرا إنجيل عبد الرحمن حقيقة سيدا يعني عطب كان وحيابه كهلاي ولا له قصوا هذلان شيخ أريم بدن يشارح كتابك ومارك يعني وحنا كوقا ذا دقيا وحنا كم ذا سيدا ذبا إن مجتمع إسلامي جاه وكل جي هاي مجتمع الغوت المامي كرم متحضر أمس البح طبعا مركسال لي هاي يعني ومجتمع حمبارسن سفوين كي لغوية قاني يعني وحوي إسلامك وماركت يعني دمان جوانبتن ورشا مجتمع صوردن لغا أرك كرو يعني إنو هاي مجتمع إسلامكي كتاقن تاوحا يعني لغا فهمية إن سيدي دبا هدي مجتمع إسلام نمر نبا هايستو إن ماركت يعني وحوي البحن مذين إنو هايستو أو البحن مذو أي تهاي سيدي دبا سيفو آن مرنا يعني كهرينين إسلام نمضا يعني صحضا رنتي شيخ أسوغو أرنتا سيفا فاهنية وحو تلمامي يعني سيدي دبا يعني سيدي أسوغو حرينيين يعني البحن ماذا ماركت يعني وحوي يو يعني وحوي إسلام نمضو سيدي أسوغو حرينيين سيدو كلا يعني سيدي دبا مجتمع وحال أورانكرا ومجتمع متخلفة أمس ماركت يعني الدنباية ومركو هي مجتمع جاهلية يعني نوع ربها أهادو يو ماركت شاركو ربها قشان هذا ماركت مجتمع سيداسي سوغو يعني أرنتا يدا سيفا فاهنية أيو شيخ وحو تلمامي يعني سيد قطب رحمه الله وقت جيسي إني جرتي دباترنتي ماركت يعني هيستي رقبة والدعاء وماركت يعني وحون أقوني هنا ورنتي البحن ماذا يعني فهم كيدي صحيحها وكذب والمي ايغو اورانيا سيديدبا مجتمعات كمانت يعني وحوي اسلام كا ومجتمعات ماركت يعني وحوي دنبيه ما دام انيسن هرمر يو ماركت حوق يا اود يعني انيس كموقن لون باهي هي ان ماركت يعني وحوي ان حالتها سيده سيده اوغا بخي لهاين ماركت يعني وحوي ان لا شقيه oo iyagoo marka farta ku fiiqayo oranaya haddii sidii maaragtay reer Yurub ay maaragtay uga gudbeen marxaladan oo ay ugu tilaabsadeen ilbaxnimada iyo maaragtay yaani horumarka in loo baahan yahay maaragtay yaani waxa weelka muslimiinta ah inay saas oo kale yeelan taas oo runtii ka muuqato sida la ogsoon yahay maaragtay yaani in lagu aad ugu kadsoomeen oo aad ay uga cabeen يعني أفكارتي يعني وحوي رير يوروب وايو وحال أكسوني هاي رير يوروب يعني سيدا يقبط المامين الشاكتان إن سيدا دبا البحنمو يهرو مرأي كوت اللابسادان مركي ماركت وحا إله اللي يرهدو أي آسان وماركت الدين يو أخلاق يو أرمها يقع يعني مركي كفو قادين إني شاقنا يان مركا إني مارت وتلاف سدان البحن ما يهرمر رنتينا يعني فكر كالنوع عصو كلاء شيخ عصوغو سيفا فاهنية وحو تلمامي إني تهي ماركت يعني جب يقول درو كرنا شي ويركي حقا فكر قاها أما سيدقالكي حقا فكر قاها ورهير بكسو قادين يعني ودمذي إسلام كاها أو يعني إن سيدا ماركت يعني وحو إن دذكي ماركت يعني هرموت كوها سيدا أفكران رنتي تسالوين فرابودن بو شيخ سوق هذا
يعني كتاب كرنتي عطب كان كسوة قاضية يعني وحكم ذا محمد عبدو يعني مثل الذي أسوق هذا يكمل ذا إنه مرتجي يوروب وعبر سوجي وصول لعبتي مركا لقى ديوان قليي هذا الأورانية سيدي ذا بقى وحن تجي يوروب وحن كسو أرك إسلام لكن ضد عن مسلم ضد عن إسلام هين يعني بان مشى كسو أركي سيدو كلا مركا صول لعبتي وحنو إمد يعني ضد مسلمة وأن إسلام هيسن بالعكس بالعكس يعني ماشا وحا كم وقنيسا إنه إسلام كي أفهم أفهم سينها يعني مس أفهمي يعني هرو مركا إيو البحر ماذا يعني وحن جه لها حرية دا إيو ديمقراطية دا إيو وحيابها كسو أركا يوروب إن ماركت يعني وحا وين إسلام كي إنه سيدايا ورنتي وكأل دوفي أمس ماركت يعني هرير مري إن سيدة بإسلام كويهي يعني أدوني ما تامة والله سبحانه وتعالى للسيو لأوقي هينا مجتمعات كاسيرة وساء وقاها الليو يعني حالة دودو إني أهيد يعني دود نفتو ذا أدو مؤوه أما سيئيقا نفس ذا هانتو ذو مارك يعني وحوين إسا أدون صنية ودينو نمبو مارك يعني وحوية كعررية مركا رنتي حدون تأرنتاس يعني وحو تابنا يا شيخ وليه هي يعني سيدة با البحني ماذا يعني وحويان الدين اللي ربنا فهمه وحا لقوا مرمان الإسلام كسي صح الله فهمه مركوري تاس بعد ذلك وإفتي من هي سماركت يعني وحوي وحا البحني ماذا تهي عطب كنا رماء يقع كل مارك يعني مركان سيوك ذكرنا أيو أدو صفافة هنيا جزاك الله خيرا آدي أدبع ما سنتهي من جناب وغادر أرنتا سأنا وشر رحضي سيدا قروح البضن داو ديال برنامج كان هالكاس بان كسو جبا جبين إن حلقاً وجه الرئيسه وحن رأينا أمهد علي ولا له إنجنير أحمد جابو استاذ يوسف مومن إنجنير عبد القادر سيدا قروح البطن وينولو وذاكين الرماها صلنا وكل ما ذي كتاب كشروح معالم في الطريق وحيه فهفهين وأنت هالدير هذا أباها تانا وكوس أبسن الرماها هذا كسو هذا لي وحامر والبقول نقول كرتان كتاب كشروح معالم في الطريق أنت عن كل مدون حلقة مدة حكته حنك جتجينا سيدي ان بتقليو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فاثار لكن لرب ودين وامضي على سنتي في يقين فاما الى النصر فوق الانام واما الى الله في الخالدين واما الى الله في الخالدين.